قلق أمريكي من نشر موسكو صواريخ استراتيجية في سوريا، وتركيا ترسل تعزيزات إلى الحدود. النواب الفرنسيون يوافقون بالأغلبية على تمديد الضربات الجوية في سوريا. المقاومة اليمنية على بعد كيلومترين من مدينة الراهدة الاستراتيجية في محافظة تعز، ومواجهات عنيفة في جبهة الضباب. دول الاتحاد الأوروبي ستقدم دعما عسكريا مباشرا وغير مباشر لفرنسا في عملياتها الخارجية. تونس تغلق حدودها مؤقتا مع ليبيا، وداعش يتبنى الهجوم على الحرس الرئاسي. مقتل 12 شخصا في سلسلة تفجيرات وهجمات مسلحة في مناطق متفرقة من العراق.